عيونك شايفة صح ألتونيا؟ إذا الأميرة هي نفس السلطان المقنع، إمتى لحقت تلبس؟ ألتونيا أنت عيونك ما بيشوفوا منيح، من كتر ما بتحبها كل شخص بتشوفه بتفكره هي. بس في شي غلط، كيف لحقت تغير ثيابها؟ ألتونيا أنت رح تجن بعد فترة قصيرة، كل شي بهذا القصر بيخلي الواحد يجن. طمني، الأمير ياسر أكل اليوم؟ إيه؟ أكل. شو هذا ألتونيا؟ هي رح تخليك واحد مجنون، وصار فيك تقول إنه الأميرة راضية مو هي المقنع. وين كنتي يا أميرة راضية؟ من الصبح وأنا شخصياً عم دور عليكي. شو؟ ليش جلالتك كنتي صايمة وما بتفطري إلا لتشوفيني؟ أنا سألتك سؤال محدد وبدي جواب بسرعة. أنتي وين كنتي مختفية من الصبح؟ أنا كنت بكل مكان حواليكي، بالجناين، بالورود، بالأزهار، حتى بالبراعم وبريحة الزهر كمان، بالنهر، بالحيطان، بالحب وبكل المشاعر. بالكره موجودة وبالعداوة. رح تشوفيني بكل مكان، بكل مكان رح أطلع لك. بكفي عليك، أنت كيف بتتجرأي تحكي معي بهي الطريقة الوقحة؟ أنا ما بسمح لك، هون أنا اللي بحكي وأنت عليك تسمعي. مكانتك بالقصر ما بتتعدى كونك واحدة من الخدم الموجودين بالقصر. أنا المفروض ما أتنازل وأحكي معك. قبل ما تمشي بدك تعتذري مني وفوراً، هلأ وبهي اللحظة. تركان!